البداية دائما بالأخبار المحلية، لكن قبل ما نروح لجولتنا الإخبارية أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الاسماس والرقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم في انتقالات وصفقات نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، ونروح لأخبارنا المحلية ونبتديها بمعاد ابتداء الدوري الجديد. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انطلاق الدوري الموسم الجديد 2015-2016 ولقاء نهائي كأس مصر والسوبر المصري. وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد أن المجلس برئاسة جمال علام حدد يوم 17 أكتوبر موعد لانطلاق الدوري الجديد، كما تقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين بطل الدوري والكأس في الإمارات قبل انطلاق الدوري الجديد بيوم 16 أكتوبر. وحدد الاتحاد في اجتماعه الثلاثاء يوم 21 سبتمبر موعد لنهائي كأس مصر الذي لم يتحدد أطرافه بعد. ومن أخبار الدوري المصري لأخبار نادي الأهلي، والأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لودية ختافي الإسباني. يعود الأهلي لتدريباته الجماعية اليوم بدون اللاعبين الدوليين الثمانية والمنضمين لصفوف المنتخب الوطني لمواجهة تشاد يوم 6 سبتمبر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا، حيث يستعد الفريق الأحمر للسفر لإسبانيا يوم السبت المقبل لمواجهة ختافي وديا في 3 سبتمبر. وطلب الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك من خالد محمود طبيب الفريق بالإسراع في تجهيز الظهير الأيمن أحمد فتحي والذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة. ومن المنتظر أن يسافر الأهلي صباح السبت ويتدرب في برشلونة مساء نفس اليوم، ويستمر بها 3 أيام على أن يغادر في الأول من سبتمبر للعاصمة الإسبانية مدريد ومنها إلى مدينة ختافي. ولسه مكملين أخبارنا المحلية من النادي الأهلي، ونروح لآخر أخبار عقوبة مؤمن زكريا. يدرس قطاع الكرة بالنادي الأهلي برئاسة علاء عبد الصادق مضاعفة العقوبة المالية الموقعة على مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق من 50,000 جنيه ل100,000 جنيه، بهدف ردع اللاعبين عن أي تصرف سيء قد يصدر عنه في الفترة المقبلة. ووقع الأهلي غرامة مالية قدرها 50,000 جنيه يوم الأحد الماضي ضد زكريا بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على استبداله في مباراة الترجي التونسي التي أقيمت السبت في الجولة 5 من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. ومن المنتظر أن تطبق العقوبة فعليا فور عودة الفريق للتدريبات الجماعية اليوم، وسيتم إبلاغ مؤمن زكريا بهذه العقوبة. ولسه مكملين أخبارنا مع النادي الأهلي وآخر صفقاته. والأهلي يغلق ملف الصفقات بعد اقترابه من حسم صفقة رامي ربيعة. استقرت لجنة الكرة بالأهلي على إغلاق ملف صفقات الفريق هذا الموسم بعد إتمام التعاقد مع رامي ربيعة مدافع سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي اقترب بشدة من الانتقال للقلعة الحمراء بعد وصول المفاوضات بين الناديين لمراحل متقدمة. ورفضت لجنة الكرة إبرام صفقات جديدة بعد تدعيم الفريق بلاعبين سوبر مثل أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي والجابوني مليك إيفونا والغاني جون أنتوي، بالإضافة لاقتراب رامي ربيعة. ويحق للأهلي استبدال 5 لاعبين بعد إغلاق القائمة، إلا أنه سيتم استبدال ربيعة بأحمد عبد الظاهر الذي اقترب من الانتقال لأنبي، وترك الأماكن 4 المتبقية لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. ومن أخبار نادي الأهلي لأخبار نجم نادي الزمالك عمر جابر. عمر جابر يضغط على الزمالك لحسم صفقة انتقاله لبوردو الفرنسي. يبذل عمر جابر لاعب وسط الزمالك محاولات مكثفة مع مسؤول الزمالك وبوردو الفرنسي من أجل التوصل لحل وسط يرضي الطرفين من أجل احتراف اللاعب في النادي الفرنسي عقب خوض فترة معايشة الأسبوع الماضي. جابر طلب من مسؤول بوردو زيادة المقابل المادي المعروض لإتمام
الصفقة والذي وصل إلى 1.5 مليون يورو بعدما تمسك الزمالك ب 3 مليون يورو من أجل الاستغناء عن عمر جابر. ويحاول جابر مع مسؤول الزمالك لتخفيض المبلغ المطلوب لرحيله ليصل إلى 2 مليون يورو مع وضع امتيازات أخرى للزمالك في العقد مثل نسبة إعادة التسويق والمشاركة في المباريات في ظل محاولات اللاعب لإنهاء الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبرنامج علاجي لحازم إمام في المنتخب استعدادا لمواجهة تشاد. وضع الجهاز الطبي للمنتخب الأول برنامج علاجي لحازم إمام لاعب المنتخب لتجهيزه لمباراة تشاد المقرر لها 6 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. يخضع حازم إمام لجلسات استشفاء بالأكسجين تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب وبرنامج تدريبي خاص على أن يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق يوم الجمعة المقبل. ومحمد زيدان يفاضل بين عرضي بتروجيت والإنتاج الحربي. يفاضل نجم المنتخب الوطني السابق وفريق بروسيا دورتموند الألماني محمد زيدان بين 3 عروض للاعب لأي منهم في الموسم الجديد. كان زيزو خاض فترة تأهيل مع حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب في الموسم الماضي تمهيدا للعودة من جديد إلى الملاعب. وتلقى زيدان عروضا من أندية بتروجيت والإنتاج الحربي وما زال يفاضل بين أين من الأندية للانتقال إليه وفقا لما كشف عنه مصدر مقرب جدا من اللاعب. مشاهدينا بنوصل لنهاية جولتنا الإخبارية المحلية ودلوقتي معادنا مع فاصل، لكن قبل الفاصل أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الاسماس والرقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم بتقييم كل صفقات نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الحالية. نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية مع الأخبار العربية والإفريقية تليها الأخبار العالمية. ابقوا معنا.